هنا نتوقف مع عينة عشوائية من مشاهدي الجزيرة الرياضية عبر مراسلنا تتعلق بآراء حول تعليق فارس عوض. نتابع. منو؟ معلق متوسط الأداء يعني بالنسبة لي. فارس عوض بصراحة مذيع مزعج ودائما ما يخرجك عن جو المباريات، وأنا ما بعرف صراحة الناس ليه بتحبه والقنوات بيخلوه يعلق المباريات المهمة. فارس عوض؟ الله انت جبتها في الصميم يا راجل، هذا افضل معلق انا شفته صراحه، يعني يحمسك للمباراه، لو المباراه بايخه سبحان الله يا راجل يخليها مباراه كانها بريال مدريد وبرشلونه. عنده عيوب وايد، يعني مثلا تلقى مثلا بالمباراه فجاه يقعد يصارخ. اول شيء عفوا، انا ترى مشكلتي ما اسمع اغاني فما اعرف المطربين يعني. والله بالنسبه لفارس عوض، بالنسبه لي انا اشوفه معلق مره ممتاز ومعلق افضل معلق عربي، واتمنى اعود ان شاء الله للدوري السعودي لانه معلق جدا حيادي، والله يوفق ان شاء الله. معلق والله فارس عوض زي ما انت عارف، يعني كان كلام مميز، كل غناء كل مباراه نفس الشيء، يعني كانك يملي لك من اصلا المباراه لما يجي يصيح وشوف يعني يفجعك يا رجال، ما صارت مباراه اللاعب عاجبه يوصل السماء. والله ما ادري ما ادري عنه، يعني يمكن سامع عنه بس غالبية يعني أمنياتي وأحب أسمع. أنا قبل ما كان عندي الدوري الإنجليزي دائما كنت على كابت الجزيرة، وكنت أتمنى في معلق اسمه فهد العتيبي حقيقة، يعني أما الفارس عوض أول مرة أسمعك يعني. طبعا أنت معروف أنك تقبل جميع الآراء، ما يحتاج اللي يمدحك واللي ما يمدحك. أكيد بالضبط، مثل ما أنا ما أتقبل كثير من الأمور وما يعجبني الكثير من الاعمال طبيعي جدا. يعني ما تضايقت من اللي انت انا في معلومه الكثيرين ما يعرفونها عني، والدي لا يعجبه ستايل تعليقي، وهو اقرب شخص لي وهو اكثر شخص فرحان بنجاحي. طيب خلنا نسمع اراء اخرى ونكمل نتابع. انا اسف استاذ فارس، بصراحه هذا طلب من المعد، لكن اقسم بالله العظيم افضل معلق رياضي عندي فارس عوض. والله انا صراحه اعتذر من الاستاذ فارس، هو معلق ممتاز وطبعا هو المنتج اللي خلانا نقول هذا الكلام، وبالعكس هذا انا ما احب اتفرج المباراه الا لما يكون هو المعلق. بدايه كابتن فارس احب اقول لك شغله، انت من افضل المعلقين، وحتى في مباراه البرازيل وايطاليا كلمتك اللي قلتها عن روبينيو هدف توب ينحط باليوتيوب، وانت من المميزين. هذا مقلب حبوا قناة الجزيرة، وأنا صراحة فاجئوني فيه، يعني أنا أتشرف بصراحة، يمكن مو شايفك وأتشرف أن أسلم عليك وأحييك، وأنت من المعلقين المميزين. حبينا نتأسف منك صوت فارس، وأنت بالعكس من المعلقين المبدعين، وحلاوة الدور الإنجليزي فيه صراحة، وبالعكس يعني هذا يا رباه أحلى، يمكن أحلى جملة في عالم التعليق انتشرت هذا الزمن. يعني إسرائيل ما يسمع أغاني. 30 ثانية عندك قبل